الآلات الزراعية إلى 11,000 سنة قبل الوقت الحاضر. 11,000 سنة وجدت في منطقة واقعة بين الساحل الشرقي للمتوسط وشمال العراق، يعني منطقتنا بالضبط. 11,000 سنة بلشت الزراعة. ليش؟ لأن الباحثون يتفقون بأن آخر حقبة جليدية انتهت في ذلك التاريخ، أي بدأ الدفء وحل محلها الدفء سريع عن الكرة الأرضية، مما مكن الماء المتحرر من حدوث معجزة العصر الحجري الحديث التي تسمى باللغة الإنجليزية أو اللاتينية نيولوثيك. نيولوثيك العصر الحجري الحديث. ومن ثم تم ابتكار الفخار في مناطق ما بعد العصر الحجري. إذن البيئة والزراعة هما الأساس تشكل المجتمعات البيئية في المنطقة. بعد ذلك هنالك مناطق محددة بتسميات محددة اتفق العلماء على تسميتها، سننتقل إلى التعرف عليها أيضا بشكل موجز. فالمرحلة الأكثر على شكل مفتاح مسقطها الأفقي، هذه سمة لهذه المجتمعات تبدأ بشرق أو غرب جرابلس وإلى كردوك. هذه المنطقة هي أولا شكلت منطقة حضارية أولى ومملكة ما قبل التاريخ، مملكة ما قبل التاريخ، هي مملكة ما قبل التاريخ.